ومعنا عبر الهاتف من دمشق ناشط سياسي هيثم المالح. مساء الخير أستاذ هيثم. بداية، تضاربت الأنباء حول رفع قانون الطوارئ في البلاد، هل يمكن تأكيد هذا الخبر أو نفيه؟ يا سيدي، رفع حالة مش إلغاء قانون الطوارئ. القانون شيء وحالة الطوارئ شيء آخر. حالة الطوارئ تفرض في البلاد بموجب قانون الطوارئ الصادر سنة 1962 بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية. طبعا هذه الحالة لم تتخذ بهذا الشكل، لأنه صار في انقلاب ب 8 آذار 63 من قبل بعض العسكريين، اغتصبوا السلطة وأصدروا وأعلنوا حالة الطوارئ، أعلنوها خلافا للقانون. الآن حالة الطوارئ موجودة خلافا للقانون. رئيس الجمهورية الآن إذا كان بده يرفعوها في أحد الطريقين، إما أن ينعقد مجلس وزراء برئاسة رئيس الجمهورية ويتخذ مرسوما برفع حالة الطوارئ، تحتاج إلى مرسوم من مجلس وزراء، أو إذا كان بدهم يفعلوها عن طريق الدستور تعلن حالة الطوارئ وتلغى بمرسوم يتخذ من قبل رئيس الجمهورية. فما في شيء اسمه قرار وتجميد وكذا، الكلام كله لا غير مقبول. يعني لابد من مرسوم، والمرسوم لازم يكون مكتوب. نحن حتى الآن لا شفنا مرسوم، لا سمعنا انه صدر مرسوم، لا على الطريقة القانونية ولا على الطريقة الدستورية. على كل الأحوال نحن ننتظر لنرى، عندما نقرأ المرسوم نقول له هذا في رفع حالة الطوارئ أو ما في حالة الطوارئ. إن الآن كله عبارة عن كلام إعلاني. أنا أعتقد الدولة تلجأ إلى هذه الوسائل لتخدير الناس مع الأسف الشديد. يعني الدولة ليست معنية لقضايا المواطنين بالأساس، يعني مش من الآن، لا عفوا، ليست الدولة، السلطة. الدولة إن الشعب من جزء من الدولة. السلطة غير معنية منذ ليس من الآن، منذ قديم الزمن، منذ سنوات طوال ليست معنية لقضايا المواطنين، ولذلك تلجأ لأساليب التخدير والمراوغة والكذب على المواطنين وهكذا. نعم. طيب استاذ مالح، دكتورة بثينة شعبان قالت بأن القرار اتخذ دون تحديد موعد زمني له، ماذا يعني هذا؟ يعني اذا ما اتخذت قرار، اذا عم تقول بثينة شعبان يا سيدتي كما تعلمين هي مستشارة الرئيس وليست ناطقة باسم الحكومة وليست ناطقة باسم الرئيس، فالكلام هو كلام اعلامي. اذا ما صدر مثل ما قلت لك مرسوم، ما يعتبر في شيء يتعلق برفع حالة الطوارئ، لازم يطلع مرسوم اما عن مجلس الوزراء واما عن الرئيس، لابد من صدور مرسوم. للآن ما صدر مرسوم، قرار ما في شيء اسمه قرار ما فيه. يعني السيدة بثينة شعبان بعتقد يعني هالمسائلة ما بتعرفها أنت. يعني مو دارسها، هذه بحاجة لدراسة، مسألة قانونية مش مسألة إعلامية يعني. فالسيدة بثينة شعبان هي ناطقة، وشو بيقولوا لها تكلمي تتكلم. نعم. لكن هي ليست ناطقة باسم الحكومة وليست ناطقة باسم رئيس الجمهورية، هي مستشارة الرئيس. نعم. أهلا وسهلا. طيب سيد المالح، ثمة أنباء أيضا تتحدث عن احتمال تقديم الحكومة السورية استقالتها يوم الثلاثاء المقبل، ما صحة ذلك أو بين قوسين ما احتمال أن يحدث ذلك؟ يا سيدتي ليس لا سواء استقالت الحكومة أو لم تستقل، الموضوع ليس مرتبط بوزراء. يعني ما له تأثير استقالة الحكومة السورية دكتور مالح على الوضع السياسي العام؟ لو استقالت الحكومة واستقال مجلس الشعب كله ليس لهم تأثير. طيب ما الذي له تأثير؟ هناك يا سيدتي نحن ما بدنا نحارب بالنظارات، يعني نحن بدنا نشوف على أرض الواقع شو فيه. طيب أنا بدي أقول شيء أساسي، إذا بتسمعوا عفوا وقت تسمعوا بحكيكم يا تفضل عم نسمعك سيد مالح. عم تسمعوني؟ تفضل يا سيدتي. نحن عندنا ملفات عالقة منذ أيام حافظ الأسد. نعم. هذه الملفات ملف المفقودين في مجازر حماة وحلب وتدمر، الذين يعدون بعشرات الآلاف وليس بالآلاف. وأنا قلت طالبت مرارا وتكرارا حتى طلع الشعر على لساني، يا جماعة انهوا هذا الملف. هؤلاء الناس المختفين حتى الآن غير معروف مصيرهم، لا يزالوا أحياء في قيود الأحوال المدنية يا سيدتي. نعم. ويقدرون بالآلاف، عشرات الآلاف. طيب هذه واحدة. الأمر الآخر، تقريبا 20 ألف بيت مصادر، كما تقول السلطات أن هؤلاء هذه البيوت تعود الإخوان المسلمين. طيب إذا كان واحد إخوان مسلم يصادروا بيته ماشي الحال، مصادر. طالبت بإنهاء هذا الملف، حتى الآن ما صار شيء.
هناك يا أخي يا سيدتي 250 ألف سوري خارج سوريا، هذول بالقانون وبالقوانين الدولية وبالمعاهدات بالدنيا كلها هذول الحق يرجعوا لوطنهم، ممنوعين يرجعوا لوطنهم. هذه ملفات عالقة. من جهة أخرى يا سيدتي تحكم البلاد بقوانين استثنائية غير دستورية. أولا القانون 49 لعام 1980 الذي قضى بإعدام الإخوان المسلمين. القانون موجود ولا يزال يطبق. طيب شو بتريد يمكن لو اعتقلوني انا وتحت التعذيب ولو انا مو اخوة مسلمين، انا ميت اخوة مسلمين وبيعلقوني يعني. نعم. فالقانون موجود. اثنين، في عندك المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 14 صادر لعام 69. هذه المادة في شرع الجريمة بتقول اذا كان واحد من عناصر الامن ارتكب جريمة لا يمكن محاسبته عليها الا جواب رئيسه. فكيف القانون يوصف فعل معين انه جريمة ولا يحاسب المجرم؟ وهذا تشريع يا سيدتي، المجرم لا يحاسب بمقتضى التشريع. طيب هذه المواضيع كلها ان لم تلغى زمرة واحدة. نعم. نحن عندنا اكثر من 4000 معتقل في السجون سياسي ومعتقلين رأي، حتى الان ما طلع حدا. الان هذا اليوم احلوا اثنين من خطفوهم من امام وزارة الداخلية منذ 15 يوم. كانوا مختفين اليوم، واحد من اسمه حسين الابواني، اليوم احلوهم الى قاضي التحقيق، اليوم بعد 15 يوم خطف. لكن وزير الاعلام محسن بلال نفى تماما انه في معتقلين من اصله. يعني يا سيدتي هذه حكومة تدافع عن نفسها، هي الحكومة ترتكب الجرائم، النظام يرتكب جرائم ويدافع عن نفسه عبر فعادي يعني. انا بفهم انه هن بدافعوا يقولوا هيك، شوف يقولوا نحن مجرمين، ما نقولوا مجرمين نحن، نقول نحن ظاهرين. لكن المحاسبة انا قلت لهم اذا انا ما بعرف افتحوا باب السجون حتى عند السجون المسجين. انا الى جانب يعني حتى ايضا يعني هم نفوا اطلاق سراحهم. يعني هل فعلا تم اطلاق سراحهم ام لا؟ في معتقلين او لا؟ شو بيحكوا يا سيدي؟ نعم. شو بيحكوا هن ما يعنيني؟ انا بقول لك شيء يا اخي، انا بس انت بتعرفي انا طالع من السجن من 3 اسابيع، وهيك الى جانبي كان شخص مسؤول من الامن السياسي. نعم. قلت له نحن في عندنا حوالي 4000 سجين سياسي، قال لي انت متفائل. ال 4000 متفائل انا، يعني الرقم اكبر من هيك بكثير. سجون الامن كلها فروع امن، 15 فرع من فروع الامن، كل واحد عنده سجنه الخاص. طيب الحديث عن اطلاق سراح 260 معتقل سياسي استاذ هيثم. استاذ هيثم عفوا اسمعني شوي. يعني في حديث عن اطلاق 260 معتقل سياسي اغلبهم من الاخوان المسلمين، هذا خبر تم تداوله في اليومين الماضيين، واغلبهم من الاسلاميين. يعني هل هذا الخبر صحيح او لا؟ ال 260 اللي افرج عنه خلصوا محكوميتهم، محكومين وانتهت محكوميتهم، طلعوا ما في شيء يعني، ما في منا لا احد يعني. نعم. طيب استاذ هيثم، اذا افترضنا واذا صدقت الانباء عن رفع حاله الطوارئ في البلاد، هل سيكون الحديث بعد ذلك عن اعاده الحياه الدستوريه، عن تغيير الدستور وما الى ذلك؟ يا سيدتي نحن بحاجة إلى كل هالتشريع على استثنائي والأشياء اللي ما بفوت لا بميزان لا بأبان لا إزالتها كلها جملة وتفصيلا. إذا كان بدهم يشتغلوا شغل منيح، الحقيقة المفتاح بيدهم، لكن هن ما بيدوا يستعملوا السلطة. أعني السلطة تستطيع لكنها لا تريد، لأن هناك بجوز يعني لما بيقول والله بدنا نلغي المادة 16 من المرسوم 14، أنا هذا طالبت فيه يا سيدتي الرئيس وقت إجا استلم الحكم بعد 5 شهور. نعم. بعثت له مذكرة تتضمن المستقبل كله حديث في حقوق الإنسان وفي القوانين، ما نفذ منها شيء يا أخي. يعني هذه إلغاء، هل من المعقول أن يكون في تشريع يشرع الجريمة؟ معيب هذا، كيف نحن نقول بنص قانوني إذا ارتكب فلان من الناس جريمة لا يحاسب عليها؟ كيف يقبل عاقل في الدنيا كلها أن يكون في نص؟ طيب أستاذ هيثم نعم، ما ألغي النص يا سيدي، لأنه هذا إذا ألغوا النص رفعوا الحماية عن رجال الأمن. نعم. بيتحاسبوا، ما بدهم يتحاسبوا هن. طيب سيد هيثم، المتظاهرون رفعوا شعار الشعب يريد إسقاط النظام، هل أنتم موافقون على هذا الشعار وهذا المطلب؟ أنا هذا إذا الشعب بده إياه بده يصير مثل ما صار بغير البلاد. يعني نحن ما لنا منيئة عن خليقة، سوريا جزء من الأمة كلها، بدأت بتونس والله ما كان حدا ولا في المنام يحلم إنه زين العابدين بن علي ينقلع. مع ذلك هذا أبو عزيزي الله يرحمه
وانا مختار اقترحت عده مرات يسوي له طابع بريدي باسمه لانه هذا ابو الثوره العربيه كلها حديثه الان. فما ذلك سقط زين العابدين لحقوا حزب مبارك والموجه ماشيه السونامي ماشي في العالم العربي. العالم العربي عرب العرب اذا كان نحن اهل البلاد اذا كنا نريد التغيير فلا بد ان يصير التغيير. نعم. اذا الشعب اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر وهيك قال الشاعر. نعم. شكرا لك استاذ هيثم الملح الناشط السياسي من دمشق على هذه المشاركه.